هذا البرنامج برعاية صوت. يعني برنامج بس شيف كان يحاول يبين إنه تعاونوا باش طلعوا أحلى حاجة، حبوا بعض باش طلعوا. في مشتركين طلعوهم قادة الفرق. أنا لو كنت نملك القرار مستحيل نطلع. ما استخدموش ذكائهم. يعني لو أنا في مكان شيف ليلى، مين هو اللي حينافسني؟ مش من هو اللي هنعمل حباش. نعم تنعطيك أمانة بينك وبين الله، يعني ان تشوف الشخص الاضعف في الفريق تطلع، انت تطلع الشخص اللي عندك مع عداوه. انا كحكم وكلجنه حكم زي انا شايف محمود، قصدي ما كانش عندنا درايه للموضوع، هو احنا حاولنا ندخلوا لهم فكره المطبخ نتاع الاوتيلات، يعني المطبخ الحضاري، لكن هم سوء الحظ كانوا هم بدو خلاص الموضوع نفسيا ومشاعر اكثر، فالموضوع خلاص نسوه برنامج، نسوه إنه في تحدي، يعني ما نبيكش أطلعي من هنا خلاص. فهذه طبعاً أما شفتها إن هي طلعت شيف هنا، قولي يا خسارة ما لعبتيهاش صح، لعبتيهاش صح. اهلا بكم متابعينا في حلقه جديده من ذا باست شيف، افضل شيف المواجهه الليبيه. طبعا وصلنا للنصف النهائي من المواجهه، والتحديات اللي هتبدا صعبه بالفعل، وحنختار منها الافضل منهم. طبعا المرحله اللي قبل او المراحل اللي قبل، شو منا اربعه غادرونا، عاشوا تجربه، عاشوا تحديات، وأكيد تعلموا واخدوه يعني كل النصائح من لجنة الحكم. لكن المراحل الجاية مش هنتعلموا حاجة، اللي تعرفوه حديروه وحيجربوه وحتحكم عليكم مين اللي حيقعد ومين اللي حيغادرنا ومين اللي حيكون ذا باست شيف. قبل ما نبدأ التحدي متاع اليوم، رحبوا بلجنة الحكم الشيف خالد سلام والشيف محمود النجار. أهلا بك شيف. أهلا بك. متحمسين للمراحل اللي حتوصلنا للذا باست شيف؟ والله هذا الامل ان نشوفه ذا باست شيف ان شاء الله. شيف خال، اكثر حاجه محمستنا اللي هم المشتركين، اللي ان هم حيديروا احسن حاجه، يعني على خاطر يديروا احسن ما عندي ان شاء الله. طبعا التحدي بدي اصعب، وانتم كلجنه الحكم بدكم تختاروا اكلات، يعني تحدد مين اللي شاطر ويكمل ومين اللي حيغادر. ف حابة نعرف التحدي اليوم شنو هو؟ التحدي اليوم يعتبر من الهوية الليبية. طبعا احنا نحاولوا بقدر الامكان ان نعطوكم وصفات تعرفوها وتكون تنتمي الى المدن اللي انتو تتبعوها. وصفة اليوم حتكون
لفتات. لفتات اعتقد اول فريق سمعنا توا لفتات. تمام. بس تمام. اعتقد كلكم تعرفوها سهله. اكيد كلكم تعرفوا لفتات، يعني من حيث الاي للبي للسي كلها ضروري يكون من تكوين كومنت، يعني من طهي كومنت. لجنة الحكم كانت ممكن تفوت، ممكن تفوت حاجات قبل، لكن توا مش هتفوت حاجة ومش هتسمح بأي غلطة لو كانت حتى بسيطة ممكن تعدي من قدامهم. حيراقبوا تفاصيل خطواتكم، حيركزوا على النظافة وعلى الكمية اللي حديروها وأيضاً على السرعة والتعاون ما بينكم. فنتمنى تقدموا أفضل ما عندكم في التحدي هذا، لأنه حيراقبوكم بكل تفاصيلكم. على فكرة أنا بديت نخاف منها أن تقدموا أفضل ما عندكم. لأنه وفي حاجة نقطة مهمة جداً، إنه ما فيش قائد فريق توا، خلاص كلكم حتتعاونوا مع بعض، مفيش حد حيتحمل مسؤولية، كل واحد حيتحمل مسؤولية نفسه، فكل واحد يركز على كل خطوة قاعد يدير فيها. لجنة الحكم حتمشي لغرفة مراقبة control room. أفضل ما عندكم. إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. جيبي بوصلة. التحدي هذا. جيبي حمص. اسم التحدي حيكون لفتات، اللي ما سمعش يسمع. ما فيش قائد هو المسؤول، كل واحد مسؤول على شغله. حمص. ولجنة الحكم حتقرر مين اللي حيدير شغل كويس ومين لا. وأيضاً لجنة الحكم هي اللي حتحدد مين حيقعد معانا ومين حيغادر تباسكشا. فلازم تشتغلوا كلكم إن أنتم تباسكشا. مدة التحدي 40 دقيقة فقط. أي غلطة تحسب على الشخص نفسه مش على الفريق. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. لا وين؟ اللي بدي أسمع صوت. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. التحدي يبدأ توا. هذا البرنامج برعاية جيبي بصل وحمص. بصل وحمص. بصل وحمص. أقول لك بالبصلة. فتات بالبصلة. لا لا بالبصلة هو. شو تبوا؟ من غير خضرة، من غير الحمص. أنا فتات بس. لا ما يجيش فتات بس، كان بيقول فطيرة. بس إيه؟ مش زيت. مش جيب بصل. ما طم خيار. ولا دقيق. سلات وين؟ سلات وين؟ سلة عندكم؟ ايه تعال. ايه السلة انت هذه؟ انا قطيتها من بكري. هاك هاك ها
هلا بسرعة. ترى اعطيني كلينكس. شوي شوي. واللحم؟ اللحم. اسأليهم يا ابن ليلى، انت قائدة الفريق اسأليهم. بصلة وغبش. اللحم والحمص. شوفي جميلة. هي هو بتحط شوية زيت هنا بترداها خذي أقراص أقراص. هي المفروض تقرصها في سفرة وجيبي حتى لوحة قرصي فوقها وجيبي سفرة. هنا قرصها. مش في هذا. قرصها هنا العجينة صغيرات ورقيقها. وندير لك لولا. فتات بالبصلة ولا؟ نعم. فتات بالبصلة ولا؟ ايه فتحت بالبصلة. باهي وين اللحم؟ بالك ما فيش لحم. طماطم حكة يصدق. سألت ليه؟ هم زي بعض خدينا نفس الشيء بيديروه من غير لحم. بصلة من غير لحم. هي تتقرب لكم؟ هنقربة عادي. هنقربة لكي نعم. طنجرة وين بتديري؟ فما طنجرة بعملتي لي في طنجرة. طنجرة فوق النار. اوكي. خيرك. اعطيني تو انا لوحة. هاجر خليني. اسمع. هاجر خليني نقرا لك المفصل شوي. دقيقة واحدة. باهي رقايق ونديري. اوكي. فيسا. او قال لك نجيب لك. نعم. هذا شنو؟ أعطيناها الحمص. أعطيناها الحمص لجي. جرحني الجع. قال شوية. جرحني الموس. عماد أعطينا الحمص. أعطيتها ليهم هم. قبل الليلة بري عجيني العجين. باهي. استنى أرسل. طلع عجينها العجينة مش مشكلة. ماشي. طلعها. تبيع كلها غادي؟ لا لا. شنو يبغى؟ نبي طنجرة ثانية. قلت تغسل طنجرة. غسل طنجرة ثانية يا. لا هي بقى. ترى شو لا ليلى خليه الحمص. رايقة. خليه. رايقة. أيوة هيك. طبعا نقول لك كيف. أنا ما قدرتيش طبعا أنا نقول لك كيف. تعالي حركي هذا طولنا نحرصها لك باش تزبط ندير لك اول وحده. قرص صغير صغير ما طاوه صغيره وادهناها شوي. اليوم بتدق نتاع الجبن ساعده. تفرديها انت؟ لا لا عادي افردها عادي. افردها انت عادي. مصر سمعتني. نعم. ما تخليهاش ما تخليهاش تعجنهاش هلبة باش ترتاح. باهي ما تحاول خلي الدنيا مرتبة. كورها طروف طروف ما تخلي ترتاح. ولا تبيها كلها ترتاح. خلي بصراحة ندير لها شوية بير ندير فيها البير. لا لا مو غير بير. تبي ذهب كويس كويس. صار نجاحها في نحيل المالك. صار نجاحها راه بالدلك. ايوا عندك علم من هيك بطريقه هي يضربها العجين. الجلوتين بتعرفي يسحن فيه. يعقد عقده بنت كلب معك. يسحن فيه. خليه خليه خليه. المفروض انه يديرها عجينه عاديه عجينه زي تو مره واحده بس مش 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 زي توا تشدها الطاج شوف طاج طاج وتلفها زي توا تحصل خبطين على الطاوله تقول لي هيك تقرصها شوف 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 ما فيش فوطه هنا ماشي من نظام البيتزا هو هو يحب يدير بيتزا قال غطيها بكينكس قصدها شوي خلاص خلاص نحس لها ملح ما حطيت لا تبي نحطها بلسانين عادي من توا ما نقدر ما نبيش نحط تقولوا لي مالح بعدين. ايه خلينا نقرصها نديرها صغيرات باش تتحاقوا ونديرها.
احمد افضل هذه هذه افضل بعد ما تغلي البصله شويه هي اللي تحطونها شويه حلو ما حد يطلع لها ملح على اخر ايه هذه بدنا نطلع له ميه فيها سمن بعدين في سمن هو عشان هذا الكبر هذا ايه شويه بس نفس اليد لا يا هدام يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب فطرت بالبصله صح فطرت بالبصله ولا لا لا روح حمص صح ولا انتوا ليش مدين زوز انا نحب نطيب البصله برا الحق وبعدين ننزل المرقة على البصل ما نحبش نخليه يطيب هلبة مع الحب نخافه يتهرى وما عادش نلقى فيه بروح نقصد أنا يعني أنت تطيب في البصلة بروحها بعدين تحطيها فوق المرقة وبعدين نصب عليها المرقة البصلة بروحها كده على الزيت إيه ورشة بلح بعدين نحط لها المرقة بعدين ندير لها طماطم وبزار وفلفل بروحها ونديتها عليها هي طرق مختلفة هي في الأخير يعني النتيجة هي اللي إن شاء الله تعجب بإذن الله إن شاء الله تشغل عليها النار انت تواز ورا لا بسرعه شو تعمل ليها انا عم ليها الفطيره اللي فتحها انا بفتح لي بعدها سمح ليها عشان تحت البحر انت ايه هاي نزل حط الحشره السلام عليكم السلام حطيتوا نفس الشيء تديروا في البصله بروحها وبعدين تديروها المرقه ولا كيف هو نديره لكن هيكيتها ريحتها تطلع خير تبدا فايحه اكثر ايه شنو هو انا مرات ندير ميه ولا زيت هي لا لا ميه يتدبل وبعدين ناخذ ميتها انت بتديروها بأي طريقه يعني انتو شو بقول لك زي الطيره نغدي عندكم سيليكون عندكم سيليكون انتو لو تديروها على السيليكون اريح لك عادي هو رسمي ندير قبل هيك فتات؟ نحن بالتنور بالتنور تديروا فيه انتو؟ إيه مش بالبصله يعني تديروا فيه انتو بطريقه ثانيه انتو بالعدس انتو والقرعه قرعه ايه انتو الفطيره تكون جافه هلبا انتو بتاعكم انتو صح؟ على حسب زي الكسره يعني ايه في من الناس يخلوها جافه وفي من الناس عادي يعني لان هي كل منها بتدير في الطبيخه انت من تراغن ايه يعني بتراغن نديره فيه بطريقه هذه يعني هي يعني نفس الطريقه بتاع سبها ولا تختلف نفسها بالضبط مش مش نضايقكم واش تاخد من راحتك انت لو درتولها شويه ملح مش حتقطع معك بالطريقه هي درت شويه توفيقي تصير خليه سخون وخليها زي الميه قول هيك انت تشوفها كيف تطلع السلام عليكم السلام لا تقسم بدي الله الفتات ما يطلعش مني الا ما نقطعك ان شاء الله خير ان شاء الله خير نقطعها من خاطر الفتات والله ما يطلعش مني يعني نبي ناكل هو حيطلع لي انا نبي ناكل خلينا من الفرن ها لا لا ان شاء الله خير ان شاء الله يطلع عندك بعد ما عندكش فرن شو بدي وخاطركم في الفتات اي عادي ندير في طاوة في الطاوة زي الطاوة ندير على السولية ندير على الطريق نظمي انت من جادو من جادو تمام انت تديره فيه بالتنور ولا بالفطيرة بالتنور. لا خبزة التنور بالكسرة ولا تديره فيه بال لا خبزة الفتات الرقيقة خبزة الفتات الفطيرة يعني زي الفطيرة هي الفطيرة غلط ايه. اغلط شوية ندير فيها اثنين مع بعض ونفتحها هيك ونديرها في الفرن بس لان توا ما عندناش والصلصة بتاعها كيف تديروا لها انتم؟ ريختها عادية مرقتها نقلوا لها لوستها احنا نقول اللوسة في اللي يدير فيها برا وبعدين نحط على المية سخونة وفي اللي يحرق لها زي التوا في مع اضافات ثانية في عماد هو اللي دار نعم في اضافات ثانية في دحي وفي فلفل مقلي في بطاطا مقلية
باي خلاص فاجئونا اليوم. شنو ان شاء الله؟ بيت لحم مطبوخ قصدك؟ مطبوخ. بيت مطبوخ لك؟ باي. راس افرادك حتى تشوف. انتم بالذات اكثر من مره نقول لكم على المحتويات انه مش لازم تديروا كميه كبيره. ان شاء الله. باش ما يضيعش منكم الوقت. حاضر. يعني احنا يعني كميه بسيطه جدا. ديري الثالثه وخلص باش كيف نعدلوا بيه بس. اي موافقين ان شاء الله. موافقين ان شاء الله. اختلاف ثقافة الفتات من منطقة للتانية يعني زي يعني احنا لو نشوفوا يعني الفتات اصله هو عربي بالاصل هو يعني اسمه باللغة العربية اللي هو التريد باهي او في المنطقة الشرقية يقولوا لها مترودة يعني في اللي يدير فيه حلو في اللي يدير فيه طبعا مالح وفوق هذا كل اهل الجنوب يديروا فيه بالخضرة ويديروا فيه بالقرعة ويديروا فيه بالعدس ويديروا فيه بالبقوليات تدروش في وفي اللي يدير في مرقة بروحها والحم وبالنسبة لأهل الجبل أو الجبلية معروف اللي هو بالبصلة والحمص والعم ويديروا في بطاطا ويديروا في مقالي يعني من فوق فكل واحد مدايرة بطريقة ويدير فيه بتكنيك معين يلا تعالوا نشوفوا ما احنا كيف نهم شو اسمها كيف يديروا في حاجة المراقبة باش نعرف كيف حاجة كيف طيبة لكن أنا مستبشر بهم خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يديروا لنا حاجة اللي خلي تو شوف بالله شوف بغاصلي شوف لا علاش نقصتوها المغقة لا مش هالباكل صوتك انت طفيتها تو تشكشك هي ايه خلاص نحن ترى لا حط وسط غطي له هاي شوية شيب هاجر قمها لي ترى مصر شوية بدي الحالة فقط مش ما تطلعش اوكي دير بدنا نتحمل نحرق يد وهم نطلع فتاتنا نديرها فتاتنا قلت لك يعني هذه ما صارت اصلا زيدها شوية شفت ملحة وزمتها لا صبيت من البداية تعالوا دي بصة ديروا لها مرقتها خلاص تمشي المرقة خلاص نحط الحمصة نحط الحمصة لسميرة حطي لها مرقتها قبل ما تاخذها قبل مازال صدمة مازال مية اعطيني البزار الكبر هذا هجورة البزار بزار حاجة محروقة في ريحة حاجة محروقة حاضر اضرب هاتي خليك لا خلاص حراره اعطيني حراره اعطيني حراره خليها هذيك اعطيني حراره واش رايك فاتي دقيقه راه مراد يقول لك 10 9 7 1 خلاص ايه هذيك نغطوها لا قوي اوكي نحركوهم كيف نحطيهم شوي حراره طول خلطيهم وشربيهم حطوا في الوحده ونسقيهم بالمرقه ما هو مش طيبته في حياتي حطوا في الطبق هون نسب عليهم بالمرقه حطوا واحد على جنب لي ملاك مش كرفه ولا هذا شميها حرارات لا حرارات خلاص البصلة جيب ندير لها قلاية سعدة ديري لها قلاية البصلة لا 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 جيب الزيت جيب مش هيك قلاية جيب الطاجين الطاوة وحط شوية زيت وديري شوية فلفل طماطم ايه وصبها على عشان تبدا مدهنه
وتو نزيدها شوية مرقة. كنا نزيدها شوية غلية. لا خلص شوية. تمي عم تشوف مش تجينا يا بفا. كنا عم تشوف الفطيرة. تزود حدا شوية. هودا شوية درا. خمسة دقايق مازال. باش ما نضرمو حد. خولة والأخرى شي شي. خمسة دقايق يعني لازم تكون كل حاجة واتية. شربي يا ابن ليلى خلاص شربي أنت باهي. شربي ها؟ إي. قرفتك حطيتي؟ إيه حطيت. يا حياة. خلاص سميرة أعتقد. شوية بس تكون شنية. تمام. بتشربيها من بعد؟ ما فيش بطاطا. في بطاطا اللي ماشية وقف وقلبي. اللي يسمع ما يسمعش يسمع خمسة دقايق الحمد لله هيا أصدقي يا ابن ليلى ما تكتريش بس ممتاز خلاص خلاص ممتاز ممتاز الحم شنو مازال قوي النار قوي قوية مش فايدة في قوة النار خلاص ابن ليلى أصدقي خلاص ما تصدمهاش زي ما قال عندي يا احمد ديها بقى قبل ايه قبل اعطيني شويه مرقه هني اعطيني مرقه هني كشك يا احمد ماشي كويس خطوات تمام الحمد لله ركزوا كلفتات مش نديرها مربعات ولا طويله يا سميره اعطيني الصحن اعطيني الصحن ابن سميره لك تسقايا ممتازة تحط اللحم مش طعم خلاص مع الشوغط ماما عارفين انه هو مش شوغط حطها هي باش نحطها بالبصل اصبر شوية خلي انت بيعدوا هون نحطوها لا ما تفركسيش روحك وتفركسينها معك اسمه هيك مي هيك تسقي زيت يا سيدي بنحط البقر بنحط سقي سوي نحط اللحم باش نحط فوقه ما يسويش هي حطي اللحم ما يسويش هيك اللي يرمح فوق الله يربحك خليها هي على خليها يا ناصر خليها خليها هي خليها هي باش تطلع خلاص يا تفوز بيه يا تطلع هي طرف لحمة هي دي باه خلاص خلاص قيمة هذيك خلطة تتحمر من الجهة الثانية وقيمة دير الثانية الدحية كم تبقى؟ خلاص الدحية كده طابت هتها هتها في نوعية هيك ها؟ في نوعية هيك كسرة كسرة مش هيك كسرة تتحمر تتحمر مش تنحرق ايه لما تسخن الطاوة يصير فيها مازال 24 دقيقة لا خلاص خلاص كمل بدنا نطلع صوت خلاص كمل الوقت 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ستوب هذا البرنامج برعاية لجنة الحكم شيف محمود وشيف خالد تفضلوا معي هاي ستوب
مفروض يا جماعة خلاص كل شيء يوقف. ها شو عندك اني كيف شوكة تانية يا نبا؟ شيف محمود وشيف خالد وين حابين تبدو؟ كالعادة نبدو بأول مطبخ. أول مطبخ؟ مطبخ العام لول. أوكي فضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأخبار؟ الحمد لله. كيف كان الإفتات؟ تعاون ممتاز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يعني لما ما قبلتوش يعني في قائد بده تتعاون توا؟ تمام؟ كيف حضرتوه؟ درنا الإفتات بروحة العجينة ودرنا البصلة وبس معها طرف الحم. من دار البصلة؟ على أي طريقة درتوه أنتو؟ على طريقة جبلية. وبالعادة ما لازم يديروا لها في إضافات يعني يديروا لها في بطاطا في دحي حاجة مقلية إيه الأساسي هو هيك إيه. نعرف الأساسي هيك لكن الإضافات هذا في وقت مناسب وصلت هيك الله يبارك إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله يا رب بسم الله وبالعادة يتاكل باليدين طبعا ما يتاكلش بالحلقات تحسها أحلى يعني لما تاكل قدموش اليوم كويس صعب إن شاء الله خير ما في شوكه لي والله ما هي انتوا الاساس يا جماعه شوك تبي كشيك ولا فكر شوك ايش انا اوكي خذي لي ايش انت بنتي اي اخذ شوكه اوكي تاخذ ما لدينا للاسف يعني مش مشكله الشيف خالد بيعش يتصرف دائما شوكه رايك شيف محمود؟ أنا مش بطل بصراحة عجبتني قلنا شيف محمود ما قلناش ملاك أنا قاعد نقول رأيي دو أنا معزومة معاك هناك نقول شيف محمود ما زال بتضوق تاني؟ بنشوف البصلة بس أنا شيف خالد باي أنت رأيك؟ رأيي؟ أي اللحمة طيبة الحمد لله ناقصه شويه ناقصه طياب لحمه تتنحى اللحمه على العظم زيتها وطيبه انت تنحى طرف اللحمه على العظم معناتها طابت لكن تبي شويه ثانيه ممكن حاجه بسيطه شويه ثانيه تبي تهبزها بس ايه. مين الطيب الفطيره الشيف نصر الشيف نصر مني هل طيبت على الطاوه هو عجنها اللي قام على الشرف بالكامل مني انا طيبت المر هذا هو تسلم 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 انت تمسكي ما شاء الله عليك بصراحه اول ما تنحى الحمد لله اللحمه على العظم الحمد لله طيب ممكن الانسان يتباهى زياده ايام صح اوكي انا قلت صح هذا الافتتاح التقليدي تعاون ديما 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 التعاون التفاهم وكذا بس بقول لك ترملك هذا الصح الله يخليك الله يخليك شيخ شكرا عليكم ربي يوفقك رائع صراحه هذا الخطوه خير لك بها ثاني بس صحه صحه وهنا برافو شكرا وماش عندي من صحه شكرا الله يبارك فيك بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله شكرا مرحبتين مرحبا اهلا وسهلا السلام عليكم السلام كيف كانت التجربه صح الحمد لله رغم ان انا دفاع على نقول في التنور عندنا في جبل في جبل ندير فيه في التنور ولا على حديد التنميره كي زي عصاج ايوه دور كان بدير ورق البوريك لو على اساس كنت بدير فطيره بعدين قلت خلي هذاك افضل كان الطاجين ما ساعدنيش كان صعب شويه الموضوع خدي منكم وقت ان شاء الله البنة تعجبكم بس شنو الشيء اللي حسيتوه انه هو كان صعب معكم
الخبزة يعني اللي هي افتات مديرة. مين اللي جهزه هو؟ خاط ما بعدكم تمام. كان أنا يعني خطرت الحق عشان تقدر. هل تشوفي إن الطبق هذا ملائم إن يندر فيه افتات؟ لا لا كان الموهبة اللي حصلناها ما ساعدنيش كثرت يعني ديرة في مطروح. مين بيدوق ده؟ انت شيف محمود ولا شيف؟ الكمية اللي مدايرينها مين بيدوق اللي بينفهم؟ تمام هي اخي ان شاء الله بس شيء. والبصلة هي؟ ما فيش بصلة. لا بصلة تحت البصلة احنا كنا كمية كانت ماشي. مش شايف بصلة ما فيش بصلة. نجيب اللحمة. مش عارف علاش عندي احساس ان ال مش طيبه. خليها في جاي. دوق ولا مدوق؟ بصلة نهائياً، العجينة ما هيش طيبة. قصدي ما فيش طعم شيء، في طعم شيء إلا الحرارة بس. العجينة في حد ذاتها مش طيبة. ولا هي عجينة تفتات. بالضبط. ما هي مشكلة. بصلة بصلة يا ناس بصلة بصلة معقولة ما فيش بنت بصلة؟ هي بصلة زي بتاع الكسكسي والمسكي. ما فيش فواح بصلة بكرة. شكراً. نمشوا آخر مطبخ. مطبخ الأخير. السلام عليكم. كيف الأخبار؟ سلام. الحمد لله. كيف كانت التجربة بتاع الإفتات؟ مين دار هذا ومين دار هذا؟ احكوا لنا. شاركنا مع بعضنا. كثير أشكون خدمها. خدم ثاني. والبصلة وال. بصلة والحمد. مرقة هو الشكل يشهي ممتاز باهي، بس الطبق مفروض يكون غارق شوية ما يكونش مسطح باهي. الفتات هذا شيء معروف. ايه طبعا. أما لكن قلنا تغيير يعني تغيير نصفر بتاع الدحن نحيين علاش مطابش عرفت صح؟ ها؟ مطبش. هو نص طيام أنا خليته بس طيام بس انت خليتيه كش نكميها؟ راح نقولك في المطبخ ولا ما تفوت حاجة طالب كلمة والله ما تفوت حاجة ما تفوتش حاجة تو كان جاينا واحد تاني ما يزبطاش يعني ما والله ما وزبط يسحبوك هو مش نايم لكن شو رايك شيف خالد؟ من دل السمن؟ درنا في الخبزة ودرنا في المرقة علاش؟ نحببوا فيه في السمن نعرف المترو ده يحببوها في السماء لا حتى احنا جاد نحببوا بيه في السماء الفتات طعمه حلو بالنسبة لي يعني بصراحة شو رأيك كيف محمود؟ عادي جدا أقل من عادي حرقتوا الوحدة اللي خليتوها مرة خبزة ايه أول كشيك جاني مر 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 بجديات من اخذت الجهه اللي ما نعرفش اني لدرجه اني انا اول ما فتحت انا ما دخلتش من الداخل ما هي ما دخلتش من الداخل على فكره اني والله لا تسحب
حاجة كحلة سبب الجان لقات نقول هيك نقول هيك بخير لما تقول جاني مرارة خبزة معروقة بهي بعدين وين بس انت شغل البصلة هاي زي هذيك اه هذه كيف بعد هو بان التوابل قصدي بصلة لحظة بس معلش انا يعني تبنيت حاجة قبل شوية جميل لحظة تنقول لك يعني مش طايبة البصلة تغصت قرمش تحت شوية ما هذا قصة بتاعها قسم تحت قصة دائرية ولا طولية؟ طولية طولية ماشي نخليها مش طايبة ممكن تكون بالعرض لو عندكم كان. عندكم حاجة واحدة بس انتو الفطيرة متاع الفتات ما تحتاجش انها تكون على النار بطريقة مبالغة فيها بحيث ان هو لان هنا عندك صاجرة الصاج مش زي الفرن الفرن بيعطيك طعمة الدخنة وهي حلوة في الفتات بهي اللي هو بتاع الفرن ايه حتى الفرن خلو في النار لين تهدى تمام ايه بيعطيك الحرقة بتاعها تعطيك طعمة الدخنة الصاج يعطيك طعم الحراق بهي وعلى مرارة هذاك الفرن ما تكش على مرارة فأنت لازم تكوني حذرة في الأولين مديرينها لا قوة إلا بالله بجد أقسم بالله البصلة فايحة بشكل رهيب الفتات كأنه مداير بفرن بهي ومعنا رأوا لما مش مديرين لا شيء رأوا القرن الشهوة البصلة ما فيهاش البصلة مش فايحة بهي والواحد ني الخسارة معنا شكلها هي شهي إيه. والله يسح تعرفي وني واقف خديت قعميزها وني واقف قلت هو شكله هذا هو اللي بيطلع إيه. للكل صراحة هو يعني. مش سيء إيه. بمالة يعني لكن ما والله مش المحروق طعمها جنين صراحة أنا ما ذقتش الحلقة بتاع الخبزة فزدت طيب الكل مش مع مش عجينة رأى بهي لكن مرار حراق بنت الحراق فصلة هل الصاج ديما نارة هادية وتقلبي 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 باش ما تديرلكش الحراقة هو نتاع الوقت كنا بنستخدم ملكوشة وبنديروها مقلوبة للكل أنا حاجة واحدة بس بنعطيها تقييم بالنسبة للفتات بنقول لك إنه هو ماهوش سيء وماهوش كويس ومش لدرجة إنه هو ما يتكلش لا الفطيرة طيبة شهادة لله يعني اوكي مشربه كويس لكن المرار هو اللي فسد الدنيا الباقي يتكلم لكن كشكل كشكل بتاع البطاطا والدحي وكل شيء انا ما يهمنيش انا الديكور انا ما يهمنيش الديكور طبعا. انا لما نطلب فتات ويجيني ديكور بشكل رهيب والطعم تتكلش لا طبعا. هو مش لدرجه انهم يتكلش لا, لا الله يكرم النعمه لا والله الله يكرم النعمه لكن كان محتاج شويه ولا ديري بالك على الطياب بتاع الخبز والبصلة علاش ما فيها طيبة لأن فيها جهات طيبة ريتها في واحدة من البصلات مقصوصة غلط هي اللي قاعد العرق متاعها ما تكسرش إن شاء الله اللي جاي أحسن شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم أنا يعني متفائلة شن كيف لكم الأخير قرم نص نص لا أنا مش هتنظر قلت لك عليه الحرب قلت لي إحنا هكي طبعا ما بتشبه قدام عيبي قلت لها عليه الحرقة سميرة قلت لها ما تخليهاش تنحرق قالت لي لا نحن لازم تنحرق ما هو قال لك هي محروقة لما تكون من الفرن يعني هذه الفرن ما قبل ليلة معاهم هي يديروا فيه شكلهم هي من نفس بلادي قبل سنة نفس المكان الأول تعرفي ما صدقت بعد جرحت وش هي أنا تصرعت نفسي قلت باش نحط الورقة آخر قرار؟ أكيد آخر قرار مشتركين قاعدين على أعصابهم ولازم نطلعوا لهم ونعطيهم القرار أكيد وهذا قانون يعني المسابقة فلازم يتقبلوا كل المراحل اللي احنا مش فيها خلنا نطلعوا أوكي تمام تفضل شيف خالد يلا بينا شيفس لجنة الحكم خذت القرار خلاص المرحلة هذه مش زي أي مرحلة قبل صارت مش حيضوقوا ومين حيكون في مرحلة أو في دائرة الخطر ومين حيكون
في أمان. للأسف مش موجودة عندنا توا تاني. الموجود توا مين بالفعل يستاهل إنه هو يكمل معانا ومين حيغدرنا؟ ومش واحد، حيكونوا زوز. اللي مش قد التحدي لجنة الحكم مش حتخليه. اللي مش حتشوف إنه بعدين حيكون شيف وحيوصل للمراحل الأخيرة ما يستاهلش يكمل أو ما ينفعش يكمل. نقوله لجنة الحكم تفضل. إن كان في الأطباق المحلية اللي تعتبر من هويتنا واللي تربينا عليها مش قادرينها، فكيف غدوة لما بتطلع للطبق العربي ومن بعدها للطبق العالمي وانت في هويتك ضايع؟ كيف حيكون التقديم متاعك؟ كيف حتواجه العالم الخارجي؟ صراع المطابخ، المطبخ عبارة عن فرن يتتحمل حرارته يتغادره. المطبخ الليبي ضروري نوروه للعالم، يعني الخارج، العالم العربي. انتم في الهوية توا في المطبخ الليبي وفي ناس ناقصة، يعني ما في شيء. قصدي مطبخنا هذا احنا المفروض نوروه للبرة. يعني انتم من جميع المناطق توا متاع ليبيا، ضروري المطبخ متاعنا نطلعوا به، يعني عربيا عالميا. كان احنا المطبخ رايحين فيه باشين وليشين بنطلعوا، يعني ما في شيء بنطلعه. صحيح. شوف محمود، اختار مين ال مين حيطلع. المجاملات مرفوضة. العواطف في المطبخ مرفوضة. البقاء للي يستحق. والبقاء في المطبخ اللي عنده قدرة تحمل ضغط والشغل المتعب في المطبخ. ولهذا شيف سعدة، شيف خلود، تفضل. المطبخ اليوم ضاع من بين ايديكم أو ضيعتوه من بين ايديكم. عارفين الغلطة اللي درتوه انتم؟ الاهدار في المواد الخام، قصدي العجينة متاع ثلاثة مرات تهدر في مواد الخام. كانك انت هدرتي مواد الخام، كيف بتطلعي الكوست متاع الصح اللي بتطلعيه ولا بتطلعي التكلفة متاع الصح؟ مش راح تطلعي شيء. قصدي المكان اللي تخدمي فيه خسرتيه. العواطف اللي ما بيناتكم ضيعت كل شيء. ولهذا انتوا حتغادرونا؟ حتخلوا مكانكم وسلموا الماركات متاعتكم. وبالتوفيق. تفضل. التحدي قاعد يبدا كل مرحلة أصعب من الثاني، واللي حيغادرونا الفترة الجاية كل شيف ما ينفعش يكون معنا أو مش قد إنه هو يكون معنا. فنتمنى من كل واحد فيكم الموجودين إنه يحط الموضوع هذا بعين الاعتبار. لجنة الحكم مش هتتنازل إن تطلع أحسن شيف يكون في The Best Chef. وبالتوفيق لكم شيف خولة، شيف سعد. نتمنى لكم التوفيق في حياتكم المهنية.
وهتخلوا مكانكم بالفعل. أما أنتوا شيف في مراحل تانية وتحديات تانية هتاخدوها الفترة الجاية، وكل التوفيق في The Best Chef. شكرا لكم. هذا البرنامج برعاية